القرض مستحب لورود الأدلة في ثواب من أقرض المحتاجين. والذي يصح قرضه هو الذي يصح بيعه. ما الذي يصح بيعه؟ ما سبق معنا. ولذا المعاملات مترتب بعضها على بعض، فكل ما صح بيعه صح قرضه. هل يجوز أن تقرض كلبا؟ كلب صيد لا يجوز. لما؟ لأنه لا يجوز بيعه. هل يجوز أن تقرض ميتة؟ لا يجوز، لأنه لا يصح بيعها. وهل مجرى إلا بني آدم؟ بنو آدم المراد من ذلك الإماء والأرقاء. هل يجوز أن تقرض لشخص أمه على أن يعيد بدلها؟ اختلف العلماء في ذلك، والأقرب أنه لا يكون هناك قرض لها حتى لا يحصل تلطيخ وتدنيس للأعراض واختلاط للماء، فلربما وقع عليها.